بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والمحبة والابتسامة والسعادة، حياكم الله مشاهدينا وهلا مرحبا فيكم في هذه الحلقة المميزة التي تجمعنا معكم في هذا المساء، ونحاول حقيقة في كل يوم نقدم لكم كل ما هو يحوز على رضاكم وعلى إعجابكم إن شاء الله في هذا المساء الجميل جمعنا معكم مع ضيوفنا الكرام. بالتأكيد راح نطلق معاكم إن شاء الله في هذا المساء عن قضية جدا مهمة وتحديدا تهم ذوي الإعاقة الذهنية، وراح نتكلم عنهم ونتكلم على قانونية بعض الأوراق اللي تطلب أو يطلبونها الهيئة المعاقين من قبل أولياء أمور أصحاب الإعاقة، فيطلبون من بعض الأوراق اللي يرى بعض القانونيين بأنها أوراق تعجيزية ولا يستحق أن يطلب من ولي الأمر مثل هذه الأوراق كونها لأسباب التالية كذا وكذا وكذا وكذا. هذه الأمور راح نناقشها إن شاء الله في هذا المساء، لكن راح أترككم الآن مع هذا التقرير المتعلق حقيقة بمشروع كويتي وافتخر، هذا المشروع اللي نظم الأمانة هذه التغطية الجميلة، وأيضا هذا المشروع الجميل وهو النحت على الرمال، وهذا نحت جدا مميز، مشاركة عالمية من نحاتي العالم ودعوة للسفير الكوري قالوا له تفضل عندنا، وحضر معاهم لدعم هؤلاء النحاتين العالميين المشاركين في نحت أكبر قرية رملية في العالم، وهي تابعة مثل ما ذكرنا لمشروع كويتي وافتخر. راح نشاهد معكم هذا التقرير ونرجع مع ضيفنا المحامي الأستاذ مبارك إن شاء الله بعد هذا التقرير. This is my first time to visit this exhibition and see sand sculptures. It's very wonderful, I think. So I'm very happy about the news that Korean artists participated in this work. So I think cultural cooperation between the countries will be deepening through this event, this exhibition, and participation of Korean artists of this exhibition. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية، وراح نتكلم معاكم يعني عن قضية المعاقين ومع الأستاذ المحامي مبارك علي النويبت حياه الله، والحوار راح يكون عن مستحقات المعاق والوصاية عليه من قبل ولي الأمر. يعني ولي الأمر الآن ابن المعاق يتقاضى راتب شهري من قبل هذه الهيئة الخاصة بالمعاقين، ولكن لما يبلغ عمر معين أو سن معين بعد 21 سنة تنقطع هذه الإعانة لأسباب يعني يعتقدون أصحاب الهيئة أن لها ضرورة ولها أهمية، وأن لازم يحضر لنا كتاب أو حكم محكمة بأن هو الولي وهو الوصي. طيب ما هو الولي أساسا؟ كيف تبي منه حكم محكمة؟ تفاصيل يعني قانونية راح نتكلم عنها متعلقة في المعاق تحديدا بهذه القضية مع ضيفنا الأستاذ مبارك علي النويبت. مساك الله بالخير أستاذ مبارك، حياك الله وسع المباركة. مساك الله بنور أخي راشد، ومسي على السادة المشاهدين على قناة واي، مساكم الله بخير. أهلا وسهلا فيك. أعتقد أن قضية شاغلة بالكم كمحامين، يكون صحيح في كلام منطقي، يعني أنت ولي أمره طول هالفترة هذه، ليش بعد ما يكمل 21 سنة تطلب منه حكم محكمة؟ احنا نتكلم في البداية عن هذه النقطة تحديدا، لكن خلينا نتكلم على الفلوس كونها يعني مهمة أيضا في هذا الجانب. في شيء يسمونه مخصصات مالية، وفي شيء يسمونه معاشات أيضا. معاش في مخصص إعاقة، في معاش إعاقة. معاش إعاقة ومخصص إعاقة، شو الفرق بينهم؟ مخصص إعاقة تصرفه هيئة عامة للمعاقين
من المعاق في من ولادة المعاق إلى سن 18 سنة. حلو. زين يعني هو يعتبر مساعدة كإعانة. هذا مخصص. هذا مخصص. بعد 18 سنة الهيئة العامة بدل المخصص تغير مسمى هو مجاود وزيادة يعني. تسمونه رواتب إعاقة. ها في زيادة بالفلوس يعني. أي مخصص الرواتب يكون أعلى من المخصص. نعم. بس الرواتب لا شروط إنه يحصل عليها، مو كل معاق يحصل عليها. لازم تكون إعاقة شديدة أو متوسطة. إعاقة شديدة جدا يعني. نعم. أو متوسطة فوق 50%. هذه يحددها التقرير الطبي. التقرير الطبي من المستشفى اللي أنا يبه ولا من اللجنة اللي موجودة بالهيئة؟ اللجنة الموجودة في مجلس الأعلى للمعاقين. حلو. هي اللي تحدد مدى الإعاقة واستحق نسبة الإعاقة واستحق رواتب من عدمه. طيب ممتاز. فحددت اللجنة. اي نستحق اي من المستندات لتقديم الطلب هذا. نعم. ملزمين ولي الامر بتقديم حكم وصايه او قوامه على المعاق بعد ال21 ولا بعد ال18 بعد 18 سنه بس تطبيقا. اي 21 سنه بس نص قانون 18 يعني هم متجاوزين والمتعاونين هم متعاونين تقدر تقول متساهلين يعني. طيب اي لان الاصل العام سنه وجد 21 سنه. نعم. اي هنا الاب ما يقدر يتدخل في حياه ابنه الماليه لانه بالغ سن وجد، هذا على افتراض الابن عاقل. نعم. بس مجلس اعلى المعاقين افترض انه بعد 18 سنه زين انه يطلب من الاب انه يرفع على ابنك دعوه حجر لتعيين قيم او وصي على الابن. شنو معنى الحجر؟ نوضح الساده المشاهدين، الحجر باللغه العربيه هو المنع من التصرف. نعم. ليش نمنع الشخص من التصرف؟ نمنع الشخص من التصرف لعارض من عوارض الاهليه. شنو هي الاهليه باختصار؟ الأهلية الإنسان أول ما يولد يكون له أهليتين، أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب يكسبها الشخص بمجرد ولادته حيا، والولادة حيا لها تفصيل إن بتمام انفصاله عن أمه. نعم. يعني إذا مولد حيا والحبل السوي ما انقطع ومات الابن هذا لا يعتبر له أهلية وجوب. شنو الأهلية وجوب تشكل على للطفل؟ أهلية وجوب هي حقه في اكتساب الحقوق الشخصية مثل الاسم، الجنسية، الشخصية القانونية للإنسان. نعم. أهلية الأداء هذه حقوق يتحملها ولي الأمر اللي هو الوالد. اي بس يكسبها الطفل بمجرد ولوده. نعم. بمجرد خروجه للحياة. لازم تسميني، لازم تعطيني اسم، حقه في الاسم، حقه في الجنسية، حقه في لازم تقدم اسمي للجنسية، حقه في الأوراق الرسمية، البطاقة المدنية وغيره والأمور هذه. الأوراق الرسمية هذه حقوقه. أي. مكتسبة يكسبها بمجرد ولوده. نعم. أهلية الأداء شنو أهلية الأداء؟ هي قدرة الإنسان على إتيان التصرفات وتحمل الالتزامات. نعم. إتيان التصرفات القانونية طبعا. هذا يكسبها الشخص ببلوغ سن الرشد اللي هو 21 سنة. ممتاز. بمجرد بلوغ سن الرشد هو يكون كامل الأهلية، فغير حاجة إلى ولي أو وصي أو قيم أو غيره. فإحنا نتكلم الآن هذه الحقوق يتمتع فيها 21 سنة اللي مو محتاج إلى وصي عليه، اللي مش معاق إعاقة ذهنية. هذا الإنسان السليم. إنسان السليم. وأيضا في بعض المعاقين ما في إعاقة ذهنية عنده، ممكن يكون وصي عليه بعد. اللي ما عنده إعاقة ذهنية، أي هذا هذا البند في مجلس أعلى المعاقين تطلب حكم محكمة إذا كان الأب متوفى أو الإعاقة ذهنية. طيب زين اذا الاب مو متوفى، اذا الاب متوفى عفوا اعاقتي حركيه مو ذهنيه، ليش تلزمني انا اجيب هالحكم هذا؟ ايضا ملزوم بحكم اللي مو معاق اعاقه ذهنيه اذا اي لان النص حركيه. النص هذا قال لك اذا ملزوم انت تجيب الحكم المحكمه، بما معناه اذا كان في حالتين، اذا الاب متوفى او اذا كانت اعاقتك ذهنيه. طيب اذا ابوي متوفى لا سمح الله وانا اعاقتي حركيه، نعم، ليش تلزمني أجيب هذا الحكم وفقا لهذا الشرط؟ تفسير هذا الشرط، هذا تفسيره كلامك سليم استاذ، ولكن هل الهيئه تلزم المعاق بهالشيء؟ المعاق اعاقه حركيه ومتوفى عند الوالد. ايه؟ يطبق عليه القانون. هل هم قاعد يطبقون عليه القانون اللي تفضلت فيه؟ قاعد يطبقون عليه القانون. طيب انا عقتي حركيه مو ذهنيه، يعني انا عقلي سليم اقدر اتصرف قانونا، ابام العقود ووضع مالي سليم. نعم. ما عليه اي مشكله، ليش تلزموني انا اجيب حكم المحكمه الوصايه؟ اذا منو ادور انا يكون وصي عليه؟ اقول حق فلان تعال صير وصي عليه. هو اذا انا 18 سنه انا اعتبر قاصر. نعم. فالوصي عليه بعد وفاه الوالد شلون قصه؟ زين فهل انا اروح اقول امي او اخوي او اي احد اقول اروح ارفع دعوه على شلون القصه اخذ منهم وصايتي عشان اخذ بدل الاعاقه؟ الحين المعاقين اللي ياخذون بدل الاعاقه كلهم عليهم وصي بعد ال 21 سنه؟ قبل ال 21 سنه. قبل ال 21 سنه. ايه. بعد ال 21 احنا قاعدين نتحكى، بعد ال 21 اللي يحتاج حكم محكمه. لا هو من 18 تحتاج حكم محكمه، بس تطبيقا مو قاعد يحصل، قاعد يحصل بعد 21. اللي قاعد يحصل بعد ال 21 استاذ. بس نص القانون 18 سنه. نص القانون 18 سنه وضحناها حق المشاهد يا جماعه. القانون يقول مثل ما يقول استاذ مبارك، القانون يقول بعد 18 يحتاج هذه الورقه، ولكن الهيئه متساهله في هذا الجانب فيطلبونها بعد ال 21 سنه، عدل؟ عدل. اذا احنا حوارنا الان استاذ مبارك بعد ال 21 سنه. القانون يقول اللي والده متوفي او اعاقه ذهنيه.
أنت الآن تفضلت قلت زين أنا والدي متوفي ولكن لا أعاني من إعاقة ذهنية، يطلبون من الهيئة حكم محكمة بعد 21 سنة عدل حتى يتمتع بهذا الراتب بهذا المزايا المالية للمعاق، بهذا المزايا المالية للمعاق. الآن السؤال، المعاق الذي يتمتع بهذه المزايا المالية وهو غير معاق ذهنيا ولكن والده متوفي، عليه وصي؟ وفقا للشرط اللي حاطينه الهيئة العامة للمعاقين نعم لازم انك تكتب وصي، لازم احد حكم محكمة يصدر ضدك ان في وصي عليك اسمه فلان، هو الاصل بعد وفاة الوالد وانت قاصد تروح شو القصة. نعم زين، شو القصة تروح دايركت بدون حكم. زين لازم انت لازم في وصي يطلب لازم في احد يطلب تعينك تعينه وصي عليك ها وفقا للشرط هذا عشان تحصل على المستند هذا عشان تقدم فيه الطلب لتحصل فيه على بدل الاعاقه معاش الاعاقه. شنو مستفيد الهيئه من هذا الموضوع؟ يعني مجرد روتين ويطالع انا قاعد اشوفه على المعاق، يعني يسجل الهيئه ما يعني ما اعطي حقوق حق المعاق وزياده بس انه روتين تطبيقها يعني بشوف انا صعب جدا وممل جدا يعني. زين هو روتين وممل لكن اكيد في حمايه لاحد الاطراف، يعني ما وضع عبث مثل هذا القانون. هو ما وضع عبث اكيد بس الاب يعني بالشرع والقانون هو الولي الطبيعي، الولي الطبيعي هو له سلطتين على الابن، سلطه الرقابه على المال وعلى النفس، الاداره المال والنفس يعني نعم. انت مسؤول تجاه ابنك انك تحقق له كل شيء يدوا له منفعه سواء ماليه او منفعه معنويه. زين فاذا توفى الاب الولايه تنتقل الى الجد لاب نعم. يعني يدك ابو ابوك بس يعني يا الاب يا ابو الابو غيرهم ماكو ولي. نعم اذا توفى وتنتقل الوصي، الوصي اذا عين الابو قبل وفاته بورقة رسمية انا عين فلان وصي بعد وفاتي هو يكون وصي على ابنائي. نعم اذا ما عين الابو وصي وتوفى شلون القصة هي تكون الوصي عليه الى ان يطلب احد من ذوي الشأن تعين وصي على الابناء. وصي لغاية اي سن شلون القصر؟ لغاية سن 21 سنة. بعد 21 من يكون بعد 21 سنة الانسان العاقل خلاص هو يكون حر نفسه. حر نفسه، الغير عاقل اللي يعاني من اعاقة ذهنية. الغير عاقل اللي يعاني من اعاقة ذهنية لازم يتعين له قيم بعد 21 سنة. إذا ما عنده أبو ولا عنده جد إيه؟ نتكلم يتعين له قيم من قبل من؟ من قبل شلون القصة؟ هم اختارون قيم عليه؟ لا هي شلون القصة هي تكون قيم عليه، هي تكون قيم بعد وفاة الوالد وعدم وجود وصي. نعم زين لازم يطلب أحد تعينه قيم، يعني لازم أحد ينتزع الحق هذا من شلون القصة عشان يقدر يباشر إجراءات الابن المالية. حلو ما في حد يعني يعني الاب الحين مضطر لما يبلغ ابنه 21 سنه ان يرفع هذه الدعوه على ابنه يختصم فيها ابنه ويختصم فيها هيئه الاعاقه ونيابه الاحوال الشخصيه وشؤون القصه، يقول لهم انا ابي اكون قيم على ولدي عشان ادي امواله مع اني ادي امواله 21 سنه ايه بس شنو يعني الابهام اللي يحوش الجهات هذه هنا. نص القانون ماده 96 من القانون المدني يقول لك يعتبر من بلغ سن وجد كامل الاهليه، من بلغ سن وجد 21 سنة يعامل معاملة كامل الأهلية. ممتاز. هذا نص عام. يعني المشرع الكويتي يعتبر جميع الكويتيين يعملهم 21 سنة كاملين الأهلية. ما لم يثبت العكس. هذا نص عام. في نص خاص بالمجنون والمعتوه مادة 85 المدين تقول لك المجنون والمعتوه والصغير محجورين لذاتهم. ما معنى كلمة محجورين لذاتهم؟ محجور لذاته أن هذا بمجرد إثبات جنونه هذا يعتبر محجور عليه. يعني دون حاجة لحكم محكمة، حتى المشرع الكويتي فرق بيننا وبين المشرع المصري، المشرع المصري قال لك المجنون والمعتوه يحجوا عليهم بحكم القضاء بحكم محكمة، يعني أي أحد مجنون تشوفه نعم. ما تقدر تحجوا عليه إلا بحكم محكمة. هذا وين بالقانون؟ المصري. المصري الكويتي المشرع الكويتي قال أنا بتميز عن القانون المصري بسهل على عديمين الأهلية، حط النص مادة 85 تقول لك المجنون والمعتوه محجوا عليه لذاته، معنى كلمة لذاته أي دون حاجة لحكم محكمة، أي بمجرد ثبوت جنونه وعتها من قبل اللجنة المختصة اي اللي هي في مجلس الإعاقة، اللجنة نعم. الطبية في مجلس الإعاقة، مجرد ان الشخص اللي امامك انت طبيا اكشف عليه طبيا خلاص هذا شخص معتوه او مجنون إيه؟ اذا انت القانون يحميك ويحميه إيه؟ لكن اللي حاصل عندنا استاذ شنو اللي حاصل عندنا؟ لا لازم الاب يرفع قضية على ابنه المعاق اعاقة ذهنية بعد 21 سنة يطلب تعيينه قيم على إدارة امواله. ما انت عندك قانون، ليش هالإطالة يعني؟ ليش هاللف والدوران؟ ليش المماطلة؟ هل في حماية للهيئة؟ ممكن الهيئة يشوفون نفسهم انه والله حماية لنا احنا كنا باكر اذا راحت امواله ما نتهم فيها، يقول كوين ليش انت خليته؟ وهذا الغلط يعني تقريبا هذا الغلط اللي حطته الهيئة، يعني ان انا لازم اخلي ابو المعاق يبلي حكم محكمة يثبت فيه انه هو القيم عليه وانه هو مسؤول عن إدارة امواله عشان انا ابي ذمتي من امواله. طيب الفترة اللي فاتت شنو؟
ما ممكن يتلعب الأموال فترة 21 سنة هذا. أي بس هني قالك لا بلغ سن 21 سنة سن وجد. زين أوكي بس هذا معاق عديم الأهلية ما له علاقة بالسن سواء توه مولود أو إلى حين إلى حين ما ماته. هذا إنسان عديم الأهلية. نعم. إيه لا يعني ما يتعلق حاله ما تعامله معاملة الكويتيين اللي سنهم وكأنه في يعني 21. إذا صحيح المعلومة أستاذ في كشف كل ثلاث سنوات كشف دوري أو كل كشف دوري على المعاقين تقدم الهيئة المعاقين كل خمس سنوات أو كل ثلاث سنوات. نعم. إيش يثبت فيه حالة المعاق هل هو تشافه هل قلت نسبة إعاقته هل كذا. المعاقين ذهنيا إعاقة شديدة من أول تقرير يقول لك هذا إعاقة ذهنية شديدة ويستحال العلاج منها منذ الولادة. نعم. مع ذلك يسوون تقرير طبي كل خمس سنوات. مع ذلك بعد ال 21 سنة التقرير الطبي مال الهيئة مو كافي. زين أنا ليش تخليني أرفع قضية على ولدي عشان أثبت لك إنه مجنون وأنا لازم أكون قيم عليه؟ لا أنا لما أروح البنك ولا أروح تأمينات اجتماعية ليش ما أقدم لكم كشف الطبي اللي من اللجنة الطبية المعتمدة بالهيئة العامة للمعاقين؟ يقول إنه ولدي فيه نسبة عجز في إعاقة ذهنية كذا وبالتالي هو مجنون فيستحق إنه في أحد يكون قيم عليه. طيب هذه هذه الاوراق وهذه المستندات ايش كثر تاخذ من وقت وليش الناس قاعده تعاني منها واليوم حضرتك ترفض هذه يعني ترفض هذه المعامله بهذا القانون تحديدا كونه خلاص انتم عندكم ان اعاقه ذهنيه شديده عندكم طول هالسنوات وهو مسؤول عنه ولي امره اللي هو الوالد ليش بعد سن 21 تطلب منه هذه المحكمه وهذا الروتين؟ يا ترى شنو قاعد يتكلف عليه الاب؟ شنو المضار اللي عائدة على المعاق على الأب؟ شنو التعطيل اللي موجود ماليا على هذا الأمر؟ بعد الفاصل أسمع منك الإجابة. هذه المواضيع كلها راح نناقشها إن شاء الله وهذه الأسئلة بعد الفاصل مشاهدينا ابقوا معنا. يعني مشاهدينا احنا قاعد نتكلم عن ذوي الإعاقة الذهنية حتى نبسط الصورة، يعني تتخيلون معاق ذهنيا 30/9/2013 عمره 21 الا يوم 1/10 راح يكمل 21. تخيلوا ان داش اللجنة مثلا قالوا يبا انت إعاقة ذهنية شديدة تستحق هذا الراتب، باكر كمل 21 ما يستحق ان يتحكم باي دينار بحسابه ولي امره، يعني امس يقدر يسحب هالمبالغ هذه باكر ما يقدر يسحب اي شيء لانه كمل 21 سنه. هذا الموضوع اللي احنا قاعد نناقشه اللي استاذ مبارك وبعض المحامين يقولون ليش يعني هذا القانون في مواد تساعد اللجان والهيئه تحميها اللي هي ماده 85 عدل استاذ مبارك عدل. تحميهم لكن الاخوان مش مفعلينها في الهيئه هذا الموضوع. طيب شنو الحمايه الواقعه على الهيئه من هذا تفعيل هذا القانون؟ هم ايش هدفهم؟ نبعيده ونذكر المشاهد هدفهم السالفه يعتقدون انهم قاعدين يحمون اموال المعاق ان حمايه اموال المعاق ولا ان لما الاب يبلي حكم محكمه بانه هو قيم فهو مسؤول عن اموال هذا المعاق فكان الاموال المعاق هذه صار فيها اي شيء انا باوى ذمتي باختصار شديد يعني. ولكن حتى لو كان لا سمح الله سارق اموال المعاق مثلا طول هالفتره هذه شلون؟ اي لا وليه ولي امره الحين وليه تحت 21 عادي 30/9 وليه 1/10 مو وليه 1/10 مو وليه لا عشان كمل 21 سنه كمل 21 سنه سن قانوني سن القانوني حق جميع الكويتيين 21 سنه ما لم يثبت العكس. طيب وين الاشكاليه الان؟ طيب شو المشكلة؟ نقول لك خليه يراجع ولي الأمر أمر لله خليه يراجع ويطلع الورقة شو المشكلة يعني؟ وين العطلة؟ هي يا ريت إنها مجاودة وجه هي مو مجاودة وجه هي دعوة دعوة قضائية ترفعها بالمحكمة. حلو رفعنا دعوة 1/10 ترفع دعوة ضد تختصن فيها ابنك ونيابة الأحوال وجمعية المعاقين ومجلس المعاقين وشو القصة؟ تقول لهم أنا كم جهة هذه؟ أربع خمس جهات تقريبا كلها هي المسؤولة عن ولدك يعني. يلا شهر خلها تخلص مو مشكلة. لا يا ويت شهر ها اول جلسه تيك بعد شهر تخلص تخلص القضيه يمكن بحكم نهائي يمكن اقل شيء 6 أشهر 6 أشهر وانا مراكز بالمحاكم 6 أشهر هذا اللي يدل طريق المحاكم سهل بس اللي مو متعود على المحاكم اللي عمره ما دخل محاكم شو يسوي؟ يقول انا شلي ولي المحاكم عرفت شلون؟ بس يقول ولدي مضطر انا الحين اسوي شيء عشان ينزل راتب ولدي يعني ولدي مثلا المعاق يعني لا اكيد ميزانيته تكلف على ابوه يعني خاصه اذا عنده اخوان غيره صحيح اي فيقول كان ما اقدر اصرف على ولدي طول الفتره هذه يعني لازم يعني لازم اركز بالقضيه يعني مضطر هو يعني 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 الحاصل انه مضطر الاب انه يرفع قضيه ويكسب حكم. يكسب حكم على من؟ على ابنه. ابنه اللي هو خصمه في الدعوه اللي لن يحضر اساسا في الجلسه. طيب وخلال 6 شهور او 9 شهور هذه خلال السنه خلينا نقول ما في اي راتب ينزل حق الولد. لا راتب ينزل للولد في البنك يكون متراكم بس نعم. الهيئه تدز له انذار تقول له خلال فتره معينه اذا ما جبت لنا حكم قوامه راح نلغي بدل الاعاقه اللي ياخذه ولدك. طيب حكم خلال مده معينه انا ملزوم في موعد جلسات قاضي يحدد لي موعد جلسه مو بيدي انا عندي كذا جهه اختصمها
اي هو يقول لك انه مو بيدك بس انه نعطيك يعني مده كافيه وراتب موجود ينزل بالبنك يتحول بتعينات وينزل البنك موجود يتراكم بس ممكن يسحبونه باي وقت بس ما حد يقدر يصرفه بس ممكن الهيئه تسحب المبلغ صح اي اذا لغت بدل الاعاقه اذا قالت حق الاب تاخرت في احضار المستند الفلاني اللي هو حكم غرامه وكذا وكذا فبالتالي نلغي عن ولدك حكم صرف البدل لانه ماكو احد يدي امواله مو بكيفي انا تاخرت انا ملزوم بمواعيد محكمه يعني هذا اللي حاصل التطبيق اللي حاصل هنا والقانون موافقه ماده 15 من الاعلان يقول لك اعلان الصحف الدعاوي يجب ان يستلمها شخص ليس له خصومه مع مستلم الصحيفه يعني انت الاب رفعت قضيه على ابنك نعم زين راح توصل صحيفه اعلان بالقضيه حق ابنك بالبيت انت الاب ما يجوز تستلمها قانونا ما يجوز تستلمها من يستلمها اي احد من البيت الا انت لان انت خصمه في الدعوه خصم في الدعوه ما تستلمها يعني ممكن الام تستلم القضيه اي احد في البيت الام الاخ الخادم بس اذا نفس عنوان البيت يستلم صحيفه الدعوه طيب هذا مو مشكله ويكون الاعلان صحيح ما عليه هذا فيه اشكاليه ما فيه اشكاليه روتينيا ما فيه اشكاليه طيب. بس في بعض الدعاوى يعني الابن الاب بيستلم الاعلان ويوقع عليه انه تم اعلان ابني وهو قانونا باطل بس الخصم معاق ما هي يقول لك انا ابطل الاعلان ولا ادفع بطلان الاعلان ما يحضر محكمه اصلا ما يدري شنو المحكمه اصلا وليش ليش يعني الهيئه تقدر طيب الحين الان دش في دوامه عمليه اللي يدل طريق المحاكم 6 شهور خلص شغله 6 شهور مو شيء بسيط يعني في حكومه الكترونيه حكومه متطوره يفترض ها المفروض ما ناخذ هالمده هذه امنا بالله ما يدل طريق المحاكم وكله محامي ايضا راح يتحمل مبالغ ماليه وللامر عدل راح يتحمل تكلفه التوكيل للمحامي يعني تقريبا مو اقل من حد الادنى 500 دينار 400 دينار يدفعها للمحامي عشان يكسب حكم على ابنه عشان يستمر بمخصصات ابنه يقدر ممكن الحكومه هي تستأنف بعد هذه الجهات لا ما تستأنف الحكم روتيني ينتهي باول دوجه 6 اشهر والحكم غيابي الابن ما يحضر فيعلنون بالحكم ويستلم عنه اي احد ويصير الحكم نهائي وياخذ منه الصوره والاب يوديها للجهات اللي مخاصمها ويستلم الاموال ولا كانه صار شيء طيب الان احنا طرحنا هذه المشكله والاجراءات اللي قاعده تتم وكيف تتعامل الهيئه والقوانين ذكرناها والمواد اللي تتيح للمعاق والهيئه ايضا تحميهم كلجنه طبيه عندك الماده 85 اللي تفضلت فيها نذكر فيها المشاهد اللي هي تقول ماده 85 من القانون المدني هي نعم. ماده يعني لصالح المعاق يعني حتى القانون المدني يعني انصف عديمي الاهليه يعني مناصفه انا اشوفها ممتازه يعني بس ان اللي حاصل انه مو قاعد تفعل المواد القانونيه هذه اللي هي 85 استاذ شو تقول عشان يفهمون المجنون اللجنة. والمعتوه والصغير نعم. نعم. مجنون محجور عليهم لذاتهم انت يا اللجنه يا اللجنه الطبيه قيم اذا شفت هذا الشخص خضعته لاختبار طبي فعلا ان هذا الشخص معتوه او مجنون اذا انت القانون يحميك كلجنه اللي هي ماده 85 تفضل فيها استاذ مبارك عدل فيعتبر محجور عليه محجور عليه زين لما يعتبر ما يحتاج محكمه ولي الامر ما يحتاج ورق وخلاص بس الحاصل شنو يقول لك اوكي المجنون انحجر عليه الحين زين منو يبي ياخذ قوامته هذا النزاع يقول لك هني نحتاج حكم محكمه ليش اوكي هو الحين محجور عليه زين من يبي قوامته ولي امر ابوه ايه هو بالقانون يعني اي احد يقدر ياخذها الام الاخت الاخو نعم الاب بس هو بنص القانون القوامه الاولويه لابناء المعاق ثم للاب فالمعاق اذا بلغ 21 سنه من وين لابناء راشدين نعم فمنطقي يعني النص يعني راح تروح للاب راح ياخذها الاب على طول يعني النص هو يعني الاولى بالقوامه النص في من وجهه نظركم كمحامين انتم شايفين النص في نقص مثلا يحتاج الى تعديل يحتاج الى اضافه يحتاج هي كثير نصوص تحتاج تعديل يعني بس هذا يعني اتكلم عن شريحه ناس مهمه يعني ذوي احتياجات خاصه يعني نعم ذوي احتياجات خاصه شلون نتجاوز اللي تفضلت فيه شلون نقدر نخدمهم خصوصا في عمليه المراجعات هذه مو شيء بسيط يعني واموال متعلقه بمعاق لما توقف راتبه 9 شهور حتى تستصدر هذه الورقه اللي انت الهيئه اللي وصل كلام حضرتك انه مش محتاجينها انتوا يعني تقدر الهيئه تصدر كتاب ويتعامل معاه بنكيا يقدر البنك يعترف بكتاب الهيئه من غير حكم محكمه والمفروض يعترف فيه بس ان الهيئه هي اللي طالبه اساسا فالبنك يقول كان شو اسوي هيئه معاقين هي طالبه الهيئه سمعت كلامنا وسمعت لقائنا ودقوا عليك تليفون وتعال يا استاذ مبارك وضح لنا الامر واتفقوا معك البنوك راح ترضى راح يطلع لها قرار من هيئه المعاقين انه يصرف للمعاق البدل حتى لو تعدى العمر 21 سنه وما فوق ما في اشكال يكون مسؤول عنه ابوه اللي هو نعم. قيم عليه الى ان يثبت العكس او يطلب احد قوامته او زوال الاب او زوال طيب ولايه الاب او وفاه الاب الان بنبسط العمليه للهيئه شنو الحل اللي انت حضرتك تشوفه او شيء توضيح حق ولي الامر الهيئه مو واضحه شنو الواقع هذه اساسا شنو معناها لانك انت الحين استاذ ابو تركي لو تروح للمحكمه مبنى التقاضي مبنى اللي يرفعون فيه الدعاوي تلاقي اللي صافين دور اشخاص يبون يرفعون قضايا احوال شخصيه من ضمنها قضايا حجر تحصل اقل مو اقل من 10 قضايا باليوم
صحيفة الدعوة أساسا عشان تكون صحيحة قانونا تحتاج توقيع محامي زين، ففي ناس توكل محامي دايركت يشتغل فيها، في ناس ترفعها بوحة ويوقع لها محامي مقابل وصم بسيط. نعم. فيعني أكثر من الناس يعني هوني أنا شخصيا يقول لي أستاذ ممكن توقع لنا الصحيفة هنا عشان الورقة هذه عشان بروح أصرف فلوس ولدي المعاق الحين. قلت شو تصرف فلوس ولدك المعاق الحين؟ هذه عمي هذه دعوة صحيفة دعوة وجلستك تاريخ الفلاني دعوة حجر على ابنك. أغلب الناس شنو قالوا؟ يعني استنفروا قالوا أعوذ بالله ليش أنا أرفع دعوة على ابني؟ ها مو عارفين الناس مو عارف شنو هالورقة هذه هو على بالي توقع الهيئة شنو خلاص. الهيئة شنو تقول له؟ روح المحكمة يجيب هالورقة وإحنا نصرف لك البدل. يعني لا الهيئة عارفة ولا شاحة بالنص هذا ولا موظفين الهيئة شاحين حق الأب لي يعني ولا باستمارات المستندات موضح فيها البند هذا شنو يعني العملية شايف إن فيها تعمد نوعا ما وراح يروح المحكمة وراح يكتشف الأمر الواقع هناك وخلاص مو فيها تعمد ما نقول فيها تعمد فيها يعني في ليش ما تقدر تقول قلة معرفة قلت معرفه من المواطن امننا بالله لكن قلت معرفه من الهيئه قلت معرفه من الهيئه مو ما يصير عندها مستشارين عندها لجان مستشارين قانونيين ناس قاعده تكتب قاعده تصيغ مواد قانونيه تابعه للهيئه يعني شلون هالامر هذا ما ادري انت بجاملهم ولا تلتمس لهم العذر هو كل مكان يا ابو تركي فيه مستشارين قانونيين يعني بس ما بد يعني ماكو جهه ما تغلط يعني ولكن ما احتجنا محاكم ما احتجنا مجلس امه ما احتجنا مشرف يا سيدي اخطئ ما في مشكله لكن انت عندك امامك حاله واحده وافراد مختلفين لكن الحاله واحده يعني انا عندي 100 شخص قدامي لكن حالتهم واحده اعاقه ذهنيه يمكن الهيئه فاهمه انه هو حكم محكمه بس الموظفين اللي بالهيئه انت تروح انا بقدم ولا ابي حق ولدي راتب اعاقه شنو المطلوب اعطوك استماره في المستندات او انت بتشوف شنو هاي ورقه المحكمه يقول لك الموظفين يروح المحكمه يعطونك هالورقه هذه وبس وين الموظف الشامل والشرح حق المراجع يعني انت اليوم التقى معاك مراجع المحكمة انت وظفته انا امانه ما اطعن يعني في موظفين الهيئه ولا بالهيئه اساسا بس الناس اللي راحوا المحكمه عشان يحصلون على الورقه هذه قالوا هذا الكلام قالوا لا احنا قالوا لنا ان ورقه تاخذها المحكمه بس تحتصل فلوس ولدك قلت لا عمي هذه قضيه فيها جلسه وولدك خصم الدعوه وانت كذي رافع على ولدك قضيه نعم كان يقول اعوذ بالله ما ابي ارفع على ولدي قضيه وبلاها الفلوس انا اصرف على ولدي ولا الهيئه بصايف الهيئه قلت لعمي هذا جاء أوتين يعني قضية راح تكسبها إيه مو هذه المشكلة الناس يعني يعتقد ترى إحنا مجتمع الكويتي مجتمع دواويني والناس وكذا شوف هذا رافع قضية على ولده هي العملية يا جماعة ترى بسيطة هو روتين وهي ورقة مستند مطلوب منك كأي مستند آخر يعني صورة بطاقة مدنية صورة جنسية صورة شخصية حكم محكمة هو مستند مطلوب يعني إحنا بالتالي فعلنا هذا الموضوع إعلاميا حتى الناس ترى هذا الأمر إنه لا تلومون الشخص اللي شفتوه والله رافع قضية على ولده هو قضية هو مو كيفه يعني رافع قضية هي ورقة مطلوبة من قبل الهيئة حتى إن يتمتع هذا الطفل بحقه المكتسب من الدولة اللي هو الراتب الشهري عدل أستاذ راتب أنا قاعد راتب المعاق قاعد يعني هذه ورقة عادية جدا لكن انت الطالب اليوم الهيئه يا جماعه ما له داعي هذه الورقه للاسباب التاليه اللي حضرتك راح تتفضل فيها اللي هي شنو تنصحهم شنو الحلول ممكن تقدمها حضرتك ان الكشف الطبي اللي طالع من اللجنه الطبيه من مجلس المعاقين كشف طبي معتمد رسمي يكون فخلاص ليش ما يكفي لاثبات اعاقه ولدي لما انا اروح في كل مكان حق معاملاتي الماليه ليش ما يكفي هذا المستند الرسمي لاثبات اعاقه ولدي ليش احتاج ارفع دعوه في المحكمه ويطلع تقرير طبي مشابه لهذا التقرير عشان يثبت إعاقة ولدي مع العلم انه قبل 21 سنه ماشي هذا التقرير معترف فيه ماشي هذا التقرير بعد 21 ما يمشي لان ليش الدوله قانون مدني اللي هي الماده 96 الماده العامه كل ما بلغ 21 سنه يعتبر كامل اهليه لكن طيب يا جماعه عندكم 85 طيب في ماده خاصه والمبدا القوانين الخاص يقيد العام نعم يعني النصوص العامه لا تسري على النصوص الخاصه نعم فهذا نص خاص حطاه المشاور حمايه للمجنون والمعتوه محجور عليه لذاته لا يعني لا تتعبونهم لا تخلون يحتاجون حكم محكمه هذول محجورين عليهم في مشكلة عندنا في إحصائيات بهذا الشيء أستاذ مبارك يعني بعدد الحالات اللي قاعدة تراجع في المحاكم عدد الحالات اللي يعني لا تتمتع يعني متوقف راتبها ولا تتمتع براتب المعاق لا الكل الحين شوف يعني شوف عدد المعاقين في الدولة ما أعلم أنا كم عددهم بس أنا أشوفهم بعد 21 قاونهم عدد القضايا راح تلاقيها نفس العدد يعني القضايا اللي عندي الحج وتعيين قيم يعني رقم القضية رفعتها أنا 2013 شهر واحد نعم أقومها تقريبا 250 لسنة 2013 يعني بهالشهر هذا ب 2013 جت 250 قضية حجر وتعيين قيم 250 قضية بشهر واحد تقريبا هذا رقم اللي أذكره يعني نعم إيه؟ احنا نتكلم بالتقريب يعني إيه؟ حتى الناس يعني مو الكل يعرف هذه الأرقام انتوا أصحاب مجال انت لما ترفع دعوة يعطونك رقم الدعوة رقمها نعم. كذا لسنة كذا للسنة اللي انت فيها 2013 نعم. دعوة أحوال شخصية حجر وتعيين قيم رقمها كذا لسنة كذا فلما يعطونك رقم القضيه رقمها 200 قول يعني في 200 قضيه قبلي نفس الموضوع
يعني مو شيء بسيط. مو شيء بسيط إيه. فاليوم أنتوا كقانونيين يعني تطلبون أو تطالبون الهيئة بأن تجلس مع مستشارينها في هذا الجانب، تستعين فيكم كونكم أنتوا أصحاب أيضا اختصاص وأصحاب بنفس القضايا تخدم الهيئة في النهاية. شو المشكلة؟ في إشكالية معاكم إذا طلبوكم يقعدون معاكم تشرحوا لهم هذه الأمور والحلول اللي ممكن يعني تساعد المعاق؟ لا ما في إشكالية، يعني الحين يعني الهيئة وجدت ونصوص القانون المدني لصالح المعاق وجدت لحماية هذا المعاق وتسهيل معاملاته. نعم. إيه فيعني يعني المشرع وفر الحماية القانونية للمعاق والقانون المدني وأنشأ الهيئة العامة للمعاقين تسهيل لمعاملات المعاق. فما هي أنا الاختصاص إني أسهل عمليات المعاق أي صعبها أو أحط شغلات ما لها داعي. بس يمكن مو واضح الأمر عندهم مثل ما تفضلت، لكن ما في مشكلة منكم تقعدون مع الجماعة. هو يمكن يكون واضح، هو الغلط من ناحيتين، يا أما أن المشرع يغير نص المادة لأنها مو قاعد تطبق، لأن المادة 5 مدني محجوع عليه لذاته مو قاعد تطبق. ما تطبق. إيه هني ما يثبت الحجر إلا بحكم محكمة. طيب شلون تغيرها؟ شو المطلوب من المشرع؟ المجنون المأتوه محجوع عليه بحكم القضاء. نفس القانون المصري، القانون المصري قال المجنون المأتوه محجوع عليه بحكم القضاء. أنت تبي يعني تبيهم يضيفون هالكلمة هذه بحكم القضاء؟ يضيفونها بحكم القضاء. تحتها هي نفس المادة بند رقم 1 و2 والسفيه وذي الغفلة يحجوا عليه بحكم القضاء. خلها معاهم ويصير الإجراء صحيح. يصير إجراء سليم. إذا هذا إذا ضافوها تسهل معاملات يعني المعاق. لا هذا إذا ضافوها يصير الوضع اللي قاعد يحصل صحيح. نعم. مو تسهل تخلي الوضع هذا صحيح. لكن الوضع القائم غير صحيح. وضع قائم غير صحيح. شلون قاعد خلي القانون مثل ما هو وخلي الهيئة تكتفي بالتقرير الطبي ما دام الأب موجود. وخلاص هو الولي وأساسا بالترتيب بالقوام هو الأول. فخلاص هو تشي وحياخذها. يعني مشكلة الحكم شلون قاعد يصدر إذا هو مو صحيح؟ شلون قاعد يصدر الحكم؟ لا هو حكم المحكمة صحيح بس انه شوف يعني بالقضاء انت اي دعوة ترفعها ما راح يقول لك والله الدعوة ما ناخذها منك ولا ما نسجلها، اي دعوة ترفعها راح تسجل. نعم. اي دعوة سواء اي كان موضوعها قانوني غير قانوني. نعم. لما تروح عند القاضي، القاضي شنو يشوف؟ هذا الشخص طالب تعيينه قيم، طالب اثبات جنون ابني. زين انا كمحكمة شنو مستندي بالقانون؟ القاضي يطبق القانون. نعم. القانون المدني شنو مستندي فيه؟ مادة 85 أقول بالحكم محكمة، حكمة المحكمة بإثبات جنون الابن وفقا للمادة 85. يعني يعني الحكم هذا أكد النص الموجود. ممتاز. يعني أنا كحكم محكمة قال لك أن النص يعطيك الحق هذا، ما له داعي تطلبني أني أعطيك إياه. يا ليت الهيئة تسمع يعني، وأستاذ مبارك موجود وأرقامه متوفرة، واللي عنده رد حاب يرد المكان مفتوح للجميع بالتأكيد، وأكيد أستاذ مبارك اللي حاب تتواصل معه أكيد رقمه متوفر عندنا إن شاء الله. وإذا الهيئة نتمنى تقعد مع هالشباب وتسمعون منهم وجهة النظر ونجلس في النهاية لنخدم المجتمع. أنتم موجودين الآن لخدمة فئة من المجتمع، ما قصرتوا بارك الله فيكم في اللي قاعد تقدمونه، لكن أيضا من الطرف الآخر في ناس متأذية نفسيا وماليا ومعنويا بسبب الهيئة وبعض الإجراءات اللي موجودة بالهيئة. نتمنى حقيقة إيجاد حلول جذرية لمثل هذه الأمور. إحنا في الإعلام معاكم قاعد نتعاون لطرح هذه القضايا حتى نجد لها حلول لا لإثارة المشاكل. كل الشكر لك أستاذ مبارك علي نويبت على قبولك هذه الدعوة، ونتمنى إن شاء الله أن ترى النور هذه الاقتراحات في هذا الجانب. شكرا لك. في ختام هذا اللقاء عندك شيء حاب تقوله؟ لا شاكر لكم، وإن شاء الله إن البرنامج الإعلامي هذا يكون يوصل صدد للهيئة للإعاقة أن تتخذ إجراء معين لصالح المعاقين إن شاء الله. شكرا لك. لكم حسن الظهر. شكرا لك. مستمرين معاكم مشاهدينا لكن بعد الفاصل. الاختراعات جدا جميلة مشاهدينا بالتأكيد، ولكن أيضا الأجمل لما يكون الاختراع من صميم عملك. يعني أنت في عمل معين في اختصاص معين تخترع وتبتكر شيء جديد يخدم عملك ومجال هذا العمل، خصوصا لما يكون العمل فيه خطورة. راح نتكلم أو راح نشوف مع بعض الآن تقرير متعلق بالرقيب محمد مهدي، رقيب بالإدارة العامة للإطفاء، رجل مكافحة بارك الله فيه وبزملائه بالتأكيد، اخترع شيء مميز وجميل يخدم رجال الأطفاء في عملية مكافحة النيران بطريقة جدا جميلة راح نشاهدها مع بعض. اخترعها وابتكرها هذا الرجل بارك الله فيه يعطي الصحة والعافية، الرقيب محمد مهدي. راح نشاهد معكم هذا التقرير، لكن أنا بدوري أودعكم وأقول لكم نشوفكم على خير إن شاء الله وتصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان، وترككم مع تقرير رجل الأطفاء. اليوم حلقتنا مميزة مع أطفائي مميز استطاع أنه يخترع جهاز نقول إحنا مساعدة الناس ومساعدة رجال أطفاء اللي معاه في المركز. الرقيب محمد مهدي راح يكون معانا وراح يتكلم عن الجهاز اللي قدر أنه يخترعه، وخلنا نشوف شو يقول عن الجهاز وفائدة هذا الجهاز.
طبعا احنا كعملنا هنا بالمركز نتعامل مع المواد الخطره ونتعامل مع الحرائق والنقاط كل انواع الحوادث نتعامل معها. طبعا الجهاز اللي افتكر لنا اياه محمد شهاب الرقيب جهاز ووتر وول نستفيد منه بالحوادث اذا تعاملنا مع حوادث مواد خطره فيها بغره وغازات عندنا انه يوقف اتجاه الغازات البخره نحطها مع الهواء اساس البخره والغازات ما توصل حق الناس اللي ورا موجودين من الجمهور نفسهم او اي او البيئه نفسها يعني ما تضرر من الغازات البخره. وفائدتها الثانيه عندنا حق المكافحه اذا عندنا حرائق كبيره بين المصانع ولا مكان خاف من الناس تنتقل لمكان ثاني مثل حرائق كانت تصير بمغره نقدر نحطها من المبنيين اللي يبرد على المبنى اللي ما وصلت النار وبنفس الوقت يصير عازل لها عشان الحراره والنار ما توصل حق المبنى الثاني وتنتشر عندنا النار زياده. وعندنا محمد شاب ما شاء الله من الناس اللي مميزه عند الدوام صراحه صاحب افكار تفيد الشباب تفيد الزام عندنا تفيد الدوام كمطافي عندنا كمراكز مطافي تفيدهم. يعني من اول ما كان عندنا موجود بالمركز وصاحب افكار كنت افتكر ثلاث او اربع معدات غير المعده هذه وهو مصممهم وهو من فكرته هو وصناعته هو مسويها يعني مو طالب شغلات من برا ولا أفكار. لا هو مسويها بنفسه بيده مسويها عندنا. جت الفكره يعني كنت قاعد اشوف هوز اطفاء كان في عده فتحات فوق يستخدم في عزل الابخره والغازات. فجت الفكره يعني وانا قاعد افكر مع نفسي انه ليش ما يكون في جهاز خاص حمله اسهل وطريقته افضل من غير يعني سالفه الهوز هذه. فجت الفكره يعني رسمتها في مخيلتي وبعدين طبقتها كرسم والحمد لله لقيت دعم من طبعا دعم معنوي من الشباب اللي وياي بالمركز وتم تطبيقها والتجريب والحمد لله نجحت الفكره.